بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها في شهر رمضان المبارك أن ليلة رمضان كان هاره. ليل رمضان يا جماعة زي النهار، بمعنى أن رمضان كله سواء نهار أو ليل على المسلم أن يتقرب فيه بالعبادة لله سبحانه وتعالى. فربنا جعل العبادة في نهار رمضان هي الصيام. سيدنا النبي يقول كده: شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. فزي ما بنطيع ربنا وبنعبد ربنا في نهار رمضان بالصيام، كذلك علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ليل رمضان بالقيام وبالعبادة وبالذكر وبقراءة القرآن وبكل هذه الأمور. ما ينفعش بقى أن أنا أجي في رمضان وأفصل، في النهار أعمل حاجة وفي الليل أعمل حاجة تانية، وأعتقد أن رمضان يعني نهار بس، فبمجرد أن أنا انتهيت من الصيام خلاص أترك لنفسي بقى العنان وأعمل كل حاجة. لا، هذا لا يليق بالمسلم في رمضان. نفحة ليل رمضان قد تعظم وتكثر وتكون أفضل من نفحة النهار. رمضان كله نفحات، بس نفحة الليل لها خصوصية معينة في رمضان. فما ينفعش أن أنا أضيع رمضان وضيع وقت رمضان بالليل بحجة أن أنا خلاص خلصت الصيام في النهار وعملت اللي علي. لا، لسه أنت عملت نص اللي عليك اللي هو الصيام، لسه بقى النص الثاني وهو القيام. فنفحة الليل قد تكون أفضل من نفحة النهار، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ليالي رمضان: ولله عتقاء من النار فيه، وذلك في كل ليلة. يعني كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى اختص فيها بعض العباد بالعتق من النار. يبقى أنا ما ينفعش أجي في الليل ده اللي ربنا بيعتق فيه العباد وضيعه في حاجة تغضب ربنا، أضيعه في حاجة غير طاعة ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي هيحافظ على الليل واللي هيقيم الليل بالذكر والعبادة والتسبيح والتراويح والتهجد وقراءة القرآن، يترتب على كده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له كل ذنوبه. إذن القاعدة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها: ليل رمضان كنهار رمضان. زي ما بنحافظ على رمضان في النهار وما بنعملش حاجة مش كويسة وبنحاول نحافظ على صيامنا، كذلك لازم نحافظ على ليل رمضان وما نضيعوش في أي حاجة ممكن تغضب ربنا.